وللتفصيل أكثر حول الخدمات اللوجستية انضم لنا خبير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة المهندس خالد الغامدي. أهلا بك مهندس خالد. أهلا وسهلا، حياك الله. مهندس خالد، بداية دعنا نتحدث عن الخدمات اللوجستية وأهميتها بالنسبة للدول. بسم الله الرحمن الرحيم. الخدمات اللوجستية اليوم هي تشكل الشريان الرئيسي للتجارة واقتصاديات الدول، لا سيما أنه الخدمات اللوجستية تساهم في الناتج العالمي للدول من 12 إلى 15% من الناتج العالمي، بمعنى يمكن مبلغ 13 تريليون دولار يساهم هذا القطاع المهم. اليوم طبعا الخدمات اللوجستية هي عصب للتجارة العالمية. اليوم السعودية في رؤية السعودية 2030 الخدمات اللوجستية محور رئيسي من محاور الرؤية، بأن تكون السعودية محور لوجستي عالمي بإذن الله تعالى عام 2030. الخدمات اللوجستية اليوم طبعا تتنوع من خدمات طبعا اللي هي الخدمات اللوجستية عن طريق البحر، عن طريق الجو، عن طريق البر. اليوم يشكل الخدمات اللوجستية طبعا بالنسبة لنا حنا كسعوديين خلينا نقول منظومة لوجستية سواء في القطاع الخاص والقطاع العام، مهمة جدا طبعا لتدفق البضائع، لتدفق المنتجات. كل اليوم اللي نراه من خلينا نقول قطاعات البترول، قطاعات البتروكيماويات، السياحة، القطاعات التعدين، كلها تحتاج طبعا الخدمات اللوجستية من خلال عمليات الشراء وعمليات التخزين وعمليات النقل والعمليات اللوجستية ككل طبعا، من شحن وتخليص جمركي وخلافه. فالعمليات اللوجستية خلينا نقول هي عصب الاقتصاد والتجارة العالمية. جميل مهندس، يعني بالتأكيد اتضحت أهمية هذه الخدمات اللوجستية تحديدا في العام 2020 في إطار أزمة كورونا. اليوم مع استحداث وكالة باسم وكالة الخدمات اللوجستية، كيف سينعكس ذلك على الخدمات اللوجستية في المملكة؟ وأيضا كما ذكرت أنه تعد يعني أحد محاور رؤية المملكة 2030، وبالتالي أيضا ربط القارات الثلاث. أنا أعتقد القرار اللي أصدرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال مجلس الوزراء قرار تاريخي للقطاع اللوجستي. القطاع اللوجستي يمكن كان في غياب الجهة التشريعية العليا الموحدة، الوكالة اليوم بتسد هذه الفجوة اللي كانت موجودة. يعني كان في توصيات من رجال الأعمال، من اللجان اللوجستية في الغرف التجارية، بعض الدراسات. اليوم أنا أعتقد أنه قرار موفق أنه يكون في وكالة الخدمات اللوجستية تعمل على توحيد الرؤية للقطاع اللوجستي سواء في القطاعين الخاص أو العام، أيضا على إعادة هيكلة التشريعات بما يخدم أهداف رؤية السعودية 2030، أيضا إلى تقديم الخدمات ويعني خلينا نقول إزاحة أي عوائق تقابل القطاع اللوجستي خصوصا في القطاع الخاص. اليوم أنا أعتقد هي الحلقة اليوم اكتملت. القطاع اللوجستي لا أخفيك من يوم أمس إلى يوم القرار يعتبر يوم عرس صراحة لجميع القطاع اللوجستي عندنا سواء القطاع الخاص أو العام، أنه في هيئة وفي اهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال هذا القرار التاريخي. إن اليوم قرار وكالة الخدمات اللوجستية قرار تاريخي للقطاع اللوجستي، وبإذن الله تعالى هذه الوكالة ستعمل على توحيد الرؤى، السياسات، الأنظمة، وبحيث أنه بإذن الله تعالى نحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030. طيب خير مهندس خالد، يعني هذه الوكالة كيف ممكن أن تسهم في تعزيز التعاون وتوحيد الرؤى كما ذكرت أنت ما بين القطاع العام والخاص، وخصوصا يعني خلال الفترة الماضية بدأنا نشهد شراكات كبيرة ما بين القطاعين، وبالتالي هذا بالتأكيد يعني سيسهم في تعزيز ونمو الاقتصاد والاعتماد بالتالي على الاقتصاد الغير نفطي؟ أنا أعتقد الوكالة عشان تنجح يحتاج لها طبعا تعمل، وبالتأكيد أنهم بيعملوا على الشراكة بين القطاع الخاص والعام من خلال ورش العمل، من خلال التغذية الراجعة من أصحاب اللي هم رجال الأعمال المستثمرين في هذا القطاع. لأنه اليوم الخدمات اللوجستية خدمات لوجستية بحرية، خدمات لوجستية جوية، خدمات لوجستية برية، مع التجريعات اليوم مع المنظومة اللوجستية.
طبعا لا نغفل الجهود اللي قامت فيها وزارة النقل، مشكورة عندما ترأست منظومة الخدمات اللوجستية والمنظومة اللوجستية بالمملكة، على غرار أنه يتبع لها شركة سار، الجمارك، هيئة النقل العام، هيئة المواني، عندنا هيئة الطيران المدني. كل هذه أنا أعتقد جت مكملة من خلال وجود وكالة تعمل على تطبيق التحول الرقمي، تعمل على خلينا نقول مساعدة المستثمرين، سواء من صغار مستثمرين أو كبار مستثمرين، على الاستثمار في هذا النشاط الواعد. اليوم المملكة عندنا ورشة عمل ومن مشاريع اللي هي مشاريع الرؤية، غير المشاريع الحكومية الأخرى، تحتاج إلى خدمات لوجستية متطورة، تحتاج إنه برضو إنه نعزز توطين الخدمات اللي هو اللوكال كونتنت لخدمات الخدمات اللوجستية. اليوم عندنا جيد. توطين صناعة، عندنا حاجة يسمونها تعظيم المحتوى المحلي في الصناعة، أيضا نحتاج الوكالة تعمل على تعظيم المحتوى المحلي للخدمات اللوجستية. جميل مهندس خالد الغامدي، خبير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعة، شكرا لك.